المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتشخص غير مرغوب فيه في السودان. إصابة 4 أطفال وشخصين بالغين بهجوم بسكين في مدينة أنزي الفرنسية، والسلطات لا تصفه بالحادث الإرهابي. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه تهماً في قضية احتفاظه بوثائق سرية. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلاً بكم. ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية السودانية أن المبعوث الأممي الألماني فولكر بيرتس شخص غير مرغوب فيه. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد اتهم بيرتس بالمساهمة بما وصفه بسلوك منحاز ومضلل. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه صدم برسالة من البرهان طلب فيها ترشيح بديل لبيرتس. خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عقد عقب انتهاء اجتماع دول التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الرياض، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن على التنسيق والشراكة بين البلدين. وتطرق الوزيران لجملة من القضايا منها عودة سوريا إلى الجامعة العربية والأزمة السودانية. كما أعلن بلينكن أن بلاده لا تخير أحدا بينها وبين الصين، مركزا على فوائد الشراكة والأجندة المتفق عليها مع السعودية على حد تعبيره. شن الجيش الأوكراني هجمات على القوات الروسية التي تسيطر على منطقة زابوريجيا الجنوبية الرئيسية بحسب ما قاله مسؤولون روس، مضيفين أن القوات الأوكرانية المدعومة بالدبابات والمدفعية والطائرات بدون طيار تحاول التقدم جنوبا في بلدة أوركيف لليلة الثانية على التوالي. أصيب 4 أطفال وشخصان بالغان في هجوم نفذه لاجئ سوري ضد مجموعة من أطفال دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدينة أنسي شرق البلاد. وكشف تسجيل مصور أن المهاجم هتف باسم المسيح مرتين باللغة الإنجليزية أثناء تنفيذه الاعتداء، وهو ما أكده مصدر مطلع. واستبعدت السلطات أن يكون دافع المهاجم إرهابياً. وجهت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهم بشأن طريقة تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يواجه 7 تهم من بينها الاحتفاظ غير المصرح به بملفات سرية، إلى أن التهم ليست علنية بعد. وهذه ثاني لائحة اتهام ضد ترامب وأول لائحة اتهام فيدرالية لرئيس سابق. في الختام تذكير بأهم العناوين: المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس شخص غير مرغوب فيه في السودان. إصابة 4 أطفال وشخصين بالغين بهجوم بسكين في مدينة أنسي الفرنسية، والسلطات لا تصفه بالحادث الإرهابي. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه تهما في قضية احتفاظه بوثائق سرية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.